تغطية لهذا المهرجان اللي أقامته جامعة عين شمس، بيجمع بين طياته معرض لدول كثيرة ومختلفة بتشارك وبتنافس بشراسة وبقوة. كل دولة بتحاول أنها تعرض حضارتها وثقافتها من خلال معروضات وكتب خاصة بهذه الحضارة والثقافة. أعزائي المشاهدين، معنا ومع حضراتكم وتغطية لهذه الاحتفالية. أعزائي المشاهدين، من داخل الجناح السعودي، الحقيقة سعداء بتمثيل دولة السعودية في مصر بهذه المعروضات التي تمثل الحضارة والثقافة السعودية. لينا لقاء مع أحد الشباب السعودي الذي جاء إلى مصر حتى يمثل دولة السعودية التمثيل اللائق بها. أتعرف بيك؟ خالد القحطاني من السعودية. أهلا أهلا بيك. بتدرس إيه في مصر؟ طالب طب في جامعة عين شمس. اهلا بيك. الحقيقه يعني زي ما انا قلت في مقدمه هذا اللقاء، انه احنا شايفين مختلف المعروضات اللي بتمثل الحضاره الخاصه بدوله السعوديه. عاوزينك تعرفنا بشكل اكثر تفصيلا عن الحضاره، وخاصه انت مرتدي الزي الرسمي لدوله السعوديه. ده ستاندد دلايات. انا هتكلم بالمصري عشان يبقى واضح. ستاندد بص للكاميرا، وكل ده بينزل انسرتات بعد كده. انا عايزك تبص. بص يا باشا، واقف كده. ممكن عايزك تجيبوا الورق، يعني تجيبوا الاثنين دول لورا. عايزين الراجل ده لابس أيوة. لبس وقفطان وعمه زي كده، يعمل يعني مقدمه في وسط هنا. ممكن يا باشا عندك عيال تاني زي ده؟ بص يا باشا، انت تفضل واقف وشك في الكاميرا، باين وشك كله باين في الكاميرا. احنا هنا جايين نمثل تراثنا وحضاراتنا من خلال الصور المعالم السياحيه، وبعض الصور للمعالم الاثريه، وبعض المعالم الحضاريه. وايضا لدينا الستاند الدلايات. ستاند الدلايات ده على مر العصور تغيرت انواع واشكال الدلايات لدينا، فيعني بنحاول نجمع بحيث ان احنا نعرض حضاراتنا وكل ما يمثلنا للمصريين ولاخواننا العرب من جميع الدول الممثله هنا. وان شاء الله يعني نرجو ان نال اعجابهم، ويعني نكون عند حسن ظن إدارة الجامعة وثقتها بنا. الحقيقة في حديثي مع مجموعة من الشباب المشاركين هنا، قالوا إن السعودية السنة دي ليها حضور جامد ومشاركة، وخايفين من شراسة المشاركة. الحقيقة كلمني بقى عن الزي الرسمي في السعودية، الناس بتلبس إيه، العادات المختلفة في الزواج، في الاحتفال بالمناسبات، كلمني عن ده. هو الزي الرسمي معروف عندنا اللي هو الغطرة والعجال والثوب. ده الزي الرسمي ده اللي يرتدى عادة في المناسبات، وأيضا هناك المشلح، إذا كنت تعرف المشلح. ده هو الزي الرسمي بتاعنا. لكن مثلا في الأعياد بتختلف، أو المناسبات، أو مثلا العرس الأفراح، ممكن يكون المشلح لونه الذهبي، أو عادة في المناسبات الرسمية أكثر يكون اللون الأسود. ده من ناحية الزي الرسمي. لكن مثلا من العرس الأعراس أو الأفراح لدينا تكون عادة يعني معروفة إن احنا عندنا مجتمع مش مختلط. يعني الأفراح يكون هناك الجانب للعريس وجانب للعروس، الرجال والنساء، يعني غير مختلط لدينا. ويعني هذا هو يعني يعتبر باختصار ما لدينا. يعني عايزك تكلمني بشكل اكثر تفصيلا عن العادات. ماذا يميز دولة السعودية؟ ماذا يميز الشباب والشعب السعودي؟ الشعب السعودي عادة ما يتميز اكثر ما يميزه هو الوازع الديني والتزامه، ويعني بمعنى انه في ارض، يعني في ارض الله المحرمة، يكون هو اساسا يتميز بالوازع الديني والثقافة الدينية العظمى. ده أكثر ما يميزه. ما يميز الشباب يعني خلافا عن ثقافتهم وما توفره لهم الدولة من ناحية كل شيء من الإمكانيات والتعليم. فيوجد لدينا معظم الشباب المثقف الواعي الدارس، وعادة ما تكون هذه الدراسات العليا. فيعني ما يميز الشباب إن شاء الله اللي هو شباب مثقف وواعي. كلمني عن الفترة اللي قضيتها هنا في مصر. أنت بتتعلم في كلية طب جامعة عين شمس. كلمني عن هذه التجربة في اثناء وجودك في مصر 5 اعوام متتاليه. ايه الجديد اللي شفته هنا؟ ايه اللي شفته مختلف؟ والله يعني زي ما بيقولوا الشعب المصري شعب طيب،
ودمه خفيف يعني مميز عن العالم العربي انه زي بيقولوا كده صاحب نكته يعني بتقولوا كده صاحب نكته يعني بيحب دايما ان هو شعب طيب وشعب دمه خفيف ونفس الوقت اللي هو شعب بيسموه يعني عنده شهامه ورجوله فده اكثر ما يميزه الصراحه يعني ده اكثر ما عرفته وواجهته يعني. هذا المعرض بيمثل بالنسبه لك ايه؟ بتستفيد منه ايه؟ المعرض ده بيستفيد منه ان انا عايز امثل دولتي يعني عايز اعرف الناس اللي ما جاتلهمش الفرصه ان هم يقولنا انا بجيب دولتي ليهم هنا من ناحيه كل حاجه من ناحيه كتب وصور ويعني بعرفهم دولتي هي بشكل مبسط ومصغر. وعلى المستوى الشخصي لما بتزور المعارض المختلفه لدول اخرى مشاركه في هذا المهرجان ده بيضيف لك ايه؟ اكيد بيضيف لي ثقافه لان انا اكيد مش زرت كل الدول دي فيعني اكيد بيضيف لي ثقافه واكيد بيضيف لي يعني وعي من ناحيتهم وزي ما هم بيجي بيستفيدوا من عندنا احنا نفس الكلام بنستفيد من عندهم. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا على هذه المعروضات على تمثيلك لدولة السعودية التمثيل اللائق. بنتمنى يا رب هذه المشاركة لا تنقطع أبدا ومصر والسعودية دائما هم يعني وطن واحد ودولة واحدة أمة إسلامية عربية واحدة. يعني بشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. شمسنا أكمل تحية للضيوف.
اعزائي المشاهدين، لسه مكملين مع حضراتكم هذه الاحتفاليه. احنا موجودين مع حضراتكم دلوقتي داخل السكشن الخاص بروسيا، ولينا لقاء مع مستر الكسي المدير الثقافي او مدير المركز الثقافي الروسي في مصر. بنرحب بوجودك في مصر وفي جامعه عين شمس، وسعداء بتمثيل روسيا هذا التمثيل. شكرا، انا اسعد. عايزين حضرتك تكلمنا عن المعروضات اللي احنا شايفينها، عن هذا المهرجان بيمثل بالنسبه لكم ايه، واستعديتوا بايه من المعروضات علشان تمثلوا روسيا؟ ده جناح مركز ثقافي الروسي، واحنا كمركز الثقافي مهتمين جدا ونولي اهتمام كبير لتطوير علاقات ثقافيه بين كل الدول. وطبعا احنا مبسوطين جدا نشارك في هذا المهرجان، وبنشارك كل السنه. كل سنه بنجيب حاجات بتاعنا، بنعمل جناح، ومبسوطين قوي ليس فقط للمشاركه، وكمان مبسوطين بالتعاون مع جامعه عين شمس، لانه في هنا كليه الالسن. انتوا عارفين ممكن انه في كليه الالسن تقريبا 1000 طالب يدرس اللغه الروسيه، ونظمنا مع بعض احنا قبل سنتين اولمبياد اول للغه الروسيه لغير ناطقين بها بين الطلبه المصريين. فاكثر جائزات اخذوا الطلبه من جامعه عين شمس، واحنا قررنا ننظم اولمبياد ده كل السنه، ومبسوطين جدا يعني. شكرا. عايزين حضرتك تعرفنا على المعروضات المختلفه دي بتمثل ايه من الثقافه الروسيه. بصراحة صعب شوية أقول لك أسماء ده بالعربي، بس أشهر حاجة هنا هي ماتريوشكا، ده حاجة مشهورة جدا بتاع روسيا. ماتريوشكا المتكونة من ما بيفتحش فين ماتريوشكا؟ هو معروض بس بيبقى كبير، بعد كده أصغر، وبعد كده أصغر، يعني 8 6 أو 8 واحد. دول بيستخدموا في ايه بقى؟ ديكور بس لا يوضع اشياء بداخلهم؟ لو عايز ممكن تشرب حاجة مثلا. في كتب عن روسيا، يعني اغلبية كتب عن روسيا، جبنا كتب حلوة، وكذا بروشور عن نشاط مركز ثقافي الروسي. احنا سعداء بوجودكم معانا وبتمثيلكم لروسيا، ان شاء الله يكون هناك دائما التعاون الدائم والمستمر على المستوى الثقافي والتعاون على كافة الأصعدة. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. شكرا، ميرسي ليكم. الأمل في عيون الولاد وصلايا
أعزائي المشاهدين، لسه مع حضراتكم من داخل الجناح الروسي هنصور مجموعة من المعروضات اللي موجودة، وأهم ما يميز هذا المعرض أنه معنا يونيفورم خاص بدولة روسيا. هنعمل لقاء مع هذه العارضة ونتعرف على هذا الزي، عايزين نتعرف عليها ونتعرف على الزي دوت، هل هو زي رسمي في روسيا ولا هو زي مناسبات. Расскажи, пожалуйста, про вот это замечательное платье. Это национальное платье. Это можно только одевать, когда организуем важное мероприятие. Нет, это национальное платье. Это русское платье, и его надевают, надевали в повседневной жизни девушки. ده زي شعب روسي دايما الفتاة الروسية بترتديه في المناسبات الهامة جدا في حياتها. دي أول مشاركة ليها في المعرض، عايزين تكلمنا عن إحساسها بهذا المعرض وتفاعلها وكون إنها متحملة مسؤولية تمثيل دولة روسيا بهذا الزي، ده بيمثل لها إيه؟ Первый раз принимаешь участие на ярмарке. Насколько ты чувствуешь ответственности представлять свою родину Россия? Да, я первый раз на этом фестивале. Это очень ответственное задание, можно сказать. И мне очень приятно то, что выбрали именно меня. طبعا حسب مسؤوليتي انا بمثل وطني روسيا في معرض جامعة عين شمس، وحسب سعادة شخصية ان هم اختاروني انا تحديدا عشان اكون واجهة لبلدي وامثل بلدي. احنا بنشكرها وبنشكر حضرتك وبنشكر كافة الموجودين واللي بيعرضوا هذه المعروضات اللي بتعرفنا تاريخ وحضارة وثقافة دولة روسيا، وسعداء بوجودكم معنا. Спасибо большое за участие на ярмарке. Приятно вас видеть и скажем, что вы очень красиво представляете свою сторону, родину. Спасибо большое. Шокран газира. Шокран лик. مشاهدينا، ضيوف هذا اللقاء هم مجموعة من طلاب جامعة عين شمس مشاركين في اليوم العالمي للشعوب. هنتعرف عليهم ونتعرف على الدور اللي بيقوموا بيه من خلال هذا المعرض. تعرف بيكم؟ إيناس محمود، تالتة آداب تاريخ. شيماء مصطفى، تالتة آداب تاريخ. أهلا بيكم على شاشة قناة التعليم العالي. عاوزينكم تكلمونا بشكل أكثر تفصيلا عن يوم الشعوب. يوم الشعوب ده بيبقى موجود كل سنة، بيتجمع كل شعوب. عندنا مثلا السنة دي 14 دولة عربية وأفريقية مشاركين. بنعرف النهاردة أول يوم في المهرجان، بنعرف الشعوب التانية على حضارتنا. كل شعب من الشعوب بيشارك، بيعرض الحضارة بتاعته والعادات بتاعته وكده، وإن شاء الله الختام هيبقى يوم الخميس بإذن الله. اخترتوا ايه من مصر علشان تقدموه لكل الموجودين النهارده وعلشان تعرفوهم بحضاره وتاريخ مصر؟ احنا اخترنا الحضاره بتاعتنا انها تستحق فعلا انها ان احنا نعرضها على دول كتير، وخصوصا انها حضاره مهمه وبقى لها زمن، مش مستاهل ان احنا كده نهملها او كده يعني. بتستفيدي ايه من يوم الشعوب النهارده لما بتطلعي على حضارات وثقافات مختلفه لدول عربيه واجنبيه؟ أكيد طبعا بشوف حاجات مختلفة مش موجودة عندنا. شعوب يعني بيظهر أكتر كمان في الحفل الختامي، بنشوف طبيعة العادات بتاعتهم أكتر، بنشوف كمان النهاردة ممكن تلاقي الأكلات الشعبية بتاعتهم، حاجات مش موجودة عندنا عموما. بيضيف لك إيه وجودك في المكان ده؟ إن أنا بتعرف على حاجات أنا ما كنتش عارفاها عن بلاد كتير، بتعرف على حاجات كان ممكن انا ما اعرفهاش لو ما كنتش جيت هنا هون، وكمان انا بشارك وبرفع اسم بلدي وبرفع اسم الجامعه بتاعتي في اي مكان برضه. بتقعدوا قد ايه تحضروا علشان هذا اليوم؟ الاستعدادات، معاونه الجامعه ليكم علشان تحاولوا تعرضوا، انا شايف مجموعه من المعروضات الفرعونيه اللي بتمثل مصر
في السكشن الخاص بمصر، ده خد منكم وقت وجهد قد ايه؟ وكلموني ايضا عن تعاون الجامعه معاكم. احنا تقريبا الاسبوع اللي فات واحنا شغالين، الجامعه متعاونه معانا جدا، كمان ان شاء الله كله معظم عميد الكليه بتاعتنا هيحضر، عميد الجامعه ان شاء الله هيبقى موجود، كلهم مشجعينا دايما، كمان دكاتره كتير موجودين معانا هم اللي بيرشدونا ازاي مثلا ازاي نتصرف، ازاي نعمل العروض بتاعتنا، ازاي نتجمع ونعرض الحضاره بتاعتنا بشكل كويس كده. ايه الجديد اللي ناويين تعملوه السنه دي؟ ناويين نعرف الناس يعني ايه بلدنا، يعني ايه حضارتنا. مش سهل ابدا ان انا يكون بلدي موجود في مكان زي دي وان انا ما اشاركش فيه. الحقيقه انا بشكركم شكرا جزيلا، بتمنى لكم يا رب كل التوفيق الدائم والمستمر، وان شاء الله عرض مبهر لمصر ولحضاره مصر، نعرف كل اللي موجودين النهارده ما هي مصر. شكرا لكم. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم تغطيتنا لمهرجان يوم الشعوب المقام داخل جامعة عين شمس وبرعايتها. معانا مجموعة من الشباب المشاركين في هذا المعرض، هنتعرف عليهم ونتعرف على الدور اللي قاموا بيه علشان هذا المهرجان. اتعرف بيكم. ميلاني ارشاد فرنسي. اي محمد عبد الفتاح. اهلا بيكم على شاشة قناة التعليم العالي. عايزكم في البداية تكلموني عن المهرجان ده، انا عارف ان هو مهرجان سنوي، بيمثل بالنسبه لكم ايه هذا المهرجان وبيكون شكله ايه؟ الحقيقه احنا اختاروا من الكليه عندنا من الطلبه المثاليين والاوائل 10 بنات و10 ولاد عشان نمثل مصر في المهرجان السنوي اللي بنعمله كل سنه. جيت هنا طبعا يعني حاجه جميله قوي، لقيت مخيمات بتمثل كل البلاد وكل بلد بتاريخها وعوايدها واكلاتها وهدومها، يعني كل حاجة حاجة كانت جميلة جدا. يعني بيمثلك ايه المعرض ده؟ بيمثل ليا فائدة كبيرة جدا ان انا امثل بلدي هنا، وكمان ده تبادل ثقافي بين الدول كلها، الطلبة من الدول كلها الموجودين في الجامعة هنا، يعني طلبة من السعودية، طلبة من فلسطين، من الصومال، كل طلبة الجامعة هنا، وبيدي فرصة ان احنا يعني نوري للطلبة دول الثقافة بتاعت بلدنا، يعني نعمل زي دعاية للسياحة تاني، تنشيط للسياحة تاني هنا في مصر. استعدتوا ازاي علشان تعرفوا تخلوا مصر تمثل بالشكل الامثل ليها علشان تظهر بين كل الدول المشاركه النهارده في هذا المهرجان؟ طبعا احنا اكتر حاجه بتميزنا حضارتنا والاثار بتاعتنا، فطبعا زي ممكن نشوف المخيم بتاعنا كله الاثار والالهه المصريه والفراعنه، دي اكتر حاجه طبعا بتميزنا عن اي بلد تانية. يعني استعدتي ازاي وجهزت نفسك ازاي؟ بالتاكيد علشان تمثلي بلدك ده محتاج تحضير جامد قوي، حضرتي ازاي؟ اولا انا في قسم اثار يوناني وروماني، جمعت كل المعلومات اللي انا بدرسها عن الاثار اليوناني والروماني، كمان في بعض الصور والبروشور والحاجات اللي احنا عملناها برضو كدعايه للاثار الموجوده هنا في مصر، برضو غير الدعوات على الفيسبوك لاصدقائنا الاجانب اللي من دول الثانيه ان هم يجوا يحضروا معانا المؤتمر هنا المهرجان. خد منكم قد ايه وقت وتجهيز وتحضير علشان نشوف هذا المعرض بالشكل اللي قدامنا ده؟ هل وجدت صعوبه في تجميع هذه الاشياء ولا كان في سهوله وكان في تعاون من الجامعه علشان تساعدكم بشكل كبير عشان توصلوا لهذا الشكل اللي احنا شايفينه؟ لكن في سهوله طبعا من رعايه الشباب ومن دكاتره الاقسام عندنا، دكاتره قسم الاثار وقسم الارشاد السياحي، مدونا بمعلومات كتير، برضو مدونا بصور وبعض التماثيل من مركز البرديات بتاع الجامعه عندنا، مدينا بعض التماثيل وبعض البرديات الموجوده في المركز عندنا. في نهايه لقائي بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معانا، وبشكركم كمان على استعدادكم ومحاولتكم لتمثيل مصر بالشكل الامثل اللائق بها علشان مصر دائما هتفضل واخده مكانتها بين الدول والعالم كله. بشكركم شكرا جزيلا. No!
أعزائي المشاهدين، لسه مكملين مع حضراتكم هذه الاحتفالية ومعانا مجموعة أخرى من الشباب المشاركين وهم بيمثلوا مصر وجامعة عين شمس. أتعرف بيكم؟ أحمد مجدي، الفرقة الثابتة، كلية طب عين شمس، الطالب المثالي لعام 2012 على مستوى الكلية، والأخ الأكبر لأسرة سمرة. إحنا مسؤولين السنة اللي فاتت والسنة دي عن اللجنة الطلابية المسؤولة عن تنظيم مهرجان الشعوب. أهلا بيك. مريان غطاس، رابعة تاريخ، طالبة مثالية 2014 و2015 على التوالي، أول على الدفعة، ومشاركة نوط في المهرجان. أهلا بكم يا جماعة على شاشة قناة التعليم العالي، سعداء بوجودكم معانا وعايزين نعرف جهزتوا إيه علشان نمثل مصر التمثيل اللائق بيها بين كل الدول المشاركة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو على الجانب التنظيمي احنا عملنا الحمد لله يعني بفضل الله مجهود كبير بدايه من اول شهر تقريبا عشان نجهز للمهرجان دوت ونوفر كل الخدمات والسبل المتاحه لراحه وشعوب ونتقدم تقدم احسن ما عندها. ده كناحيه تنظيميه. كجناح مصري، الجناح المصري السنه دي مشارك بعروض مميزه جدا، عروض فرعونيه وازياء ومعروضات فرعونيه. كذلك برضه هيبقى في جانب يبين بيئات مختلفه من بيئات المصريه المختلفه زي البيئه الثانويه والبيئه السيويه والبيئه النوبيه في صوره مشغولات يدويه للعرض او للبيع. وفي مفاجات تانية كتير ان شاء الله زي مثلا الازياء الرسميه للشعب المصري، الاكلات الشعبيه كده يعني. فاحنا بنحاول قدر الامكان باذن الله ان احنا كبلد مضيف نكون مشرفين لبلد مصر باذن الله، وفي نفس الوقت نساعد قدر الامكان الدول كمان ان هي تبرز احسن ما عندها ان شاء الله. انا نقطة مشاركة، اتفرجت على الدول كلها طبعا، حضارتنا طبعا اعظم حضارة شفتها لغاية دلوقتي. برحب طبعا بالشعوب، برحب بالسعودية، لبست من عندهم الاشمغة علم السعودية ومصر عاملين اتحاد. دخلت برضو فلسطين، عاملين برضو معروضات حلوة، الامة اللي كتبت تاريخها بدمها يعني الامة الفلسطينية، الدولة المثالية الوحيدة اللي ما بتعرضش حضارة مفرحة او مبهجة، لا بتقدم لنا شوية دم شوية صراخ يعني الامه فعلا اللي كتبت تاريخها بدمها. لغايه دلوقتي بنتفرج على الشعوب برضو اللي جاي مشرفينا منورينا في ارض مصر. روسيا برضو عرضت حاجات كتير عنها، ماليزيا برضو مشاركين معانا، دخلنا برضو الصومال. لا بجد يعني هو فعلا مفيد جدا، ويا ريت كل الناس تشوف المهرجان ده لانه بيتعرفنا كلنا مع بعض وبنتقرب من بعض. يعني انا ما رحتش الدول دي، بس انا لما شفتهم النهارده حسيت كاني سافرت لها وشفتها وعشت حضارتها. لا ده انا كمان لبست كمان لبسهم وحبيت ان انا اتصور بيه يعني شيء مشابه. ايه الجديد اللي في المعرض السنه دي؟ يعني هل هناك دول جديده مشاركه ولا نفس الدول اللي شاركت السنه اللي فاتت؟ لا هو السنه دي في دول جديده مشاركه، يعني مثلا معانا الصومال والسعوديه هم اول سنه يشاركوا، معانا السودان مشاركه من قبل كده وكانت مشاركتها قويه، وكذلك بقيه الدول برضو كانت مشاركين من قبل كده، ماليزيا مشاركتهم دايما قويه، فلسطين ما شاء الله كانوا واخدين المركز الاول السنه اللي فاتت ومشاركين معانا السنه دي، في برضو الصين وروسيا واليابان مكملين معانا السنه دي، وفي بسم الله الرحمن الرحيم السعوديه بقى نازلة السنه دي مش بقوه جدا، وباذن الله يعني بيقولوا ناويين نعمل منافسه باذن الله. كذلك الصومال ما شاء الله يعني بدأ بدايه كيده ان شاء الله. عايز اعرف استفادتك ايه من مشاركتك في هذا المعرض؟ اتفرجتي على عروض دول مختلفه، حضارات وثقافات مختلفه، ده بيضيف لك ايه جديد؟ اتعرفت على تاريخهم، يعني انا قسم تاريخ اداب قسم تاريخ، اتعرفت على تاريخهم، ثبت لي معلومات، مش بس اتعرفت على التاريخ ده، انا اتعرفت على احساس الشعوب دي قد ايه احساسها بحضارتها، قد ايه انها عايشه مش مجرد انها بتسرد التاريخ، لا ده انا شفت تاريخ معاش في عيونهم وفي لغتهم وفي لهجتهم. لا بجد يعني اضافه كبيره جدا، يا ريت نستفاد منها كلنا، ويا ريت تتعامل كل سنه فعلا مواظب عليها. كلمني عن الاضافه اللي بيضيفها لك وجودك في هذا المعرض. انا شخصيا بيضيف لي على الناحيه الشخصيه بيضيف لي يعني مهارات وسكيلز كتير او بستغلها في حياتي العمليه، سواء بقى من مهارات التواصل الاجتماعي او ان انا بتعامل مع مختلف انواع البشر بقى من دول مختلفه بلهجات مختلفه بطرق طباع مختلفه في التعامل، حتى كمان كذلك بان انا بتعامل مع مستويات مختلفه من الناس، يعني بتعامل مع السفراء، بتعامل مع مسؤولين دول والكلام ده، فلا بيديني خبره كبيره جدا في الحياه وفي التعامل مع الناس بعد كده. كذلك انا يعني خدت خبره في الناحيه تنظيمية، يعني انا دلوقتي الحمد لله سنه ثانيه على توالي منظم مهرجان الشعوب، فده فادني كتير جدا في شغلي في حاجات ثانيه كتير كنشاط طلابي في الكليه عندنا، الحمد لله فرق معايا جدا، فلا المشاركه هنا مفيده جدا على كذا مجال. يعني ايه الجديد اللي تتمني تشوفيه في هذا المعرض في العام المقبل؟
اتمنى ان اشوف لفلسطين حضاره تكون اقوى من الحضاره الدمويه اللي انا شفتها النهارده. يعني بجد نتمنى لها حضاره ونتمنى ان احنا نشوف لها تاريخ عظيم ونتمنى لها التحرر. برضو السعوديه نتمنى ان احنا نشوف اثر من اثارها، ان احنا بندرس التاريخ ان السعوديه بترفض التنقيب في ارضها طبعا لانها المقدسات، بس يا ريت انها تفيد الشعوب انها تطلع لنا شويه من اثارها اللي مدفونه في الارض بتاعتها. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، واسمي أحلالي ساعد ما أقول يا مصر. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسمي أحلالي يا مصر. نادي علينا نمد ايدينا تكون ايامنا تكون ليالينا، نادي 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 علينا تكون ارواحنا يا مصر علينا، يسقط نجم شهيد على شامي، يطلع نجم ويلاهي. أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، أعزائي المشاهدين لسه مكملين مع حضراتكم هذه التغطية للاحتفالية اللي أقامتها جامعة عين شمس تحت اسم يوم الشعوب. احنا موجودين مع حضراتكم من داخل السكشن الخاص بدولة الصومال، وزي ما حضراتكم شايفين مجموعة من المعروضات اللي بتمثل الحضارة والتاريخ الخاص بهم. هنتعرف عليهم ونتعرف أكثر على حضرتهم وعلى ماذا يمثل لهم هذا اليوم من خلال لقاءنا بيوم. أتعرف بحضرتك. إسماعيل إبراهيم. اهلا بيكي، منورين مصر يا جماعه، سعداء جدا بوجودكم معانا وبهذه المعروضات القيمه. عايزين نعرف منك ماذا يمثل ليكي هذا اليوم. يمثل لنا هذا اليوم ان يوم مميز لينا عشان نعرف الشعب المصري قد ايه عندنا ثقافه وقد ايه عندنا حاجات ثانيه غير المجاعه وغير الحروب. عندنا ثقافه وعندنا اصل وعندنا فرع وعندنا كل حاجه جايه دول عربيه. تمام، عايزين بقى نتعرف منك على مختلف المعروضات اللي بتمثل حضارة، كلمينا عن حضارة الصومال، عن ثقافة، عن اللي احنا ما نعرفوش او العالم ما يعرفوش عن الصومال. ان صومال دول قديمة، كان منا من زمان، يعني في لنا احنا دول افريقية عربية مسلمة، شعبه كله مسلم ما شاء الله، ولنا علاقات مع الدول كتير، ايام مصر، ايام ملكة حتشبسوت. وفيها في مصر في الصومال فيها اقاليم كثيره، فما ينفعش احصر فيها في جمله واحده غير انها بلد حلوه تستاهل تشوفوها. طيب كلمينا بقى عن المعروضات اللي احنا شايفينها قدامنا بتمثل ايه. ده الكرسي بنقعد عليها، وده بنسلي فيها سجاده، وده حاجات هاند ميد كده، ده بنحلب عليه اللبن، وده هاند ميد خيبة يد.
كمان تعرف قدماء الصوماليين كان عندهم شعر طويل شعر كتيف قوي، فكانوا بيناموا عليها عشان ما يجيبش الشعر على راسه، ما يجيب تربة على راسه، بيحط كده برا. ده المغدى. كلميني بقى عن الزي الخاص بيكم، عن الابرز واهم العادات والتقاليد اللي بتتميزوا بيها. في احنا بنتميز على الكرم وطيبة الاخلاق، واحنا شعب مسلم، فتقاليدنا معظمها تقاليد اسلامية. طيب يعني كلميني عن مثلا تقاليد الزواج، تقاليد الاحتفال بالاعياد، بتعملوا ايه؟ عن الزواج يعني العريس بيتكفل كل حاجة، ويوم كتب الكتاب بنعملوا حفلة كبيرة، والعريس بيوزع الفلوس للناس الحاضرة في الحفلة. ده تقريبا تقليد لينا لوحدينا في العالم كله. يعني العريس بيتخرب بيته في الجواز. لا مش بيتخرب بيته، ما هو على قد عروسة، بيدفع المهر وبيدفع الشبكة وبيدفع كل حاجة، وكمان بيدفع أهل فلوس لأهل البنت. طيب ده بالنسبة للزواج. بالنسبة بقى لاحتفالكم بأعياد الفطر، بعيد الأضحى، بالأعياد المختلفة، يعني ايه اللي ابرز السمات اللي موجوده في هذه الاحتفاليه؟ كأي احتفال عادي، يعني احنا بنحتفل له وبنعمل له حنه، بنجيب لبس زي اي شعب. طب احنا هنستقبل شهر رمضان الكريم بعد ايام قليله، كلميني عن اجواء رمضان في الصومال بيكون شكلها ايه؟ والله بياخذ النفس، فيها اجواء روحانيه، وفيها بتحس رمضان يعني كل الجو بالطمانينه والراحه، وكل الناس يعني مسلم، وكل الناس يعني مرة واحدة بتفطر، مرة واحدة بتصوم، ما عندناش الوقت صيفي ولا شتوي وكذا. طيب يعني الحقيقة وجودكم النهاردة شيء بيشرفنا وسعداء جدا بيه. النهاردة لما تتفرجوا على مختلف المعروضات الموجودة، حضارات كتيرة، دول مختلفة لها حضارات وثقافات، ده بيضيف لكم ايه جديد؟ بيضيفنا ان نستقبل كل ما تعرف على حضاره، كل ما ينمي شخصيتك، فده حلو عشان نتعرف الثقافات الثانيه، عشان نعدس بثقافتنا كمان. احنا الحقيقه بنشكركم شكرا جزيلا على وجودكم وعلى تمثيلكم لبلدكم، سعداء، وان شاء الله نتمنى ان دي ما تكونش اخر مره، وباستمرار تيجوا وتعرفوا الناس كلها يعني ايه دوله الصومال. شكرا لكم. مشاهدينا من داخل الجناح الماليزي كان لنا هذا اللقاء. اتعرف بيك؟ ايوه انا محمد عرفان. اهلا بيك في مصر بلدك الثاني، وسعداء بوجودكم وبتمثيلكم لعادات وحضارة وثقافة دولة ماليزيا. انت بتدرس هنا في مصر ولا جيت بس علشان هذا العرض؟ انا في هنا في سنة خمسة كلية الطب عين شمس هناك. أيوة. اهلا بيك مرة اخرى. عايزينك تكلمنا عن ماليزيا، تعرف السادة المشاهدين ما هي دولة ماليزيا، ماذا يمثل دولة ماليزيا، وايضا العادات والتقاليد والثقافة المختلفة. دولة ماليزيا هو دولة ديمقراطية على سلطان، السلطان ده الرئيس على الدين ماليزيا، هو الدين الاساسي في ماليزيا، 70% في ماليزيا هو مسلم كله، و30 كمان هو باع البودة وعلى الأصنام وعلى الكريستين هو هكذا. ماليزيا هو البلد الاندستريلايز، يعني بمعنى ايه؟ صيانة، كله صيانة، يعني ان شاء الله ستكون بلدا عاليا في آسيا ان شاء الله. أهم العادات والثقافات الموجودة في ماليزيا ايه؟ خاصة في الاحتفالات، في المناسبات السعيدة. مثلا احتفال اعلى في ماليزيا هو عيد الفطر، مثلا بعد العيد بعد رمضان هنا معنا عيد الفطر، ده الوقت ده وقت الزياره لزياره مع بعض، يعني في سيتي تو ذا فيليج. ايوه مدينه الفرق، يعني هو زياره مع بعض عشان اخوه المسلمين ده. كلمنا عن عادات الزواج، ايه اللي يعني ازاي بيتم الاحتفال بالزوجين، ايه بيبقى المطلوب من الزوج ومن الزوجه؟ يعني
بمعنى ايه؟ يعني في لما يجي عريس يتقدم علشان يتزوج مارج ذا مارج هابت ان ماليزيا. لماذا شابين ان ماليزيا؟ على رأيي هو زي مصري مع الوليمة معك يعني هو زي مصري بالضبط يعني زي مسلم زي ماليزيا. طيب كلمني عن هذا المعرض بيمثل بالنسبة لك ايه؟ انت النهاردة جاي على عليك عبء كبير عاوز تمثل ماليزيا احسن تمثيل وخاصة انه في منافسة شرسة بين الدول المختلفة اللي النهاردة بتعرض معروضاتها وبتتكلم عن الحضارة والثقافة الخاصة بهم. كلمني عن هذه المسؤولية وهذا العبء اللي عليك. بتعمل ايه؟ يعني انت ازاي بتتحمل هذه المسؤولية؟ بتعمل ايه علشان تمثل بلدك احسن تمثيل؟ We came here to example the culture of Malaysia. For example, this is our booth for exposing our culture. For example, this clothes is one of our heritage in Malaysia. يعني جهزتوا مجموعة من المعروضات منها هذا الزي الرسمي اللي بيتم ارتدائه هناك ومجموعة أخرى من المعروضات اللي احنا شايفينها. طب الزي ده كلمني عنه، ده ايه هو الزي الخاص بالرجال وايه هو الزي الخاص بالسيدات وامتى بتلبسوهم؟ يعني هل في مناسبات معينة ولا ده الزي اللي على طول الناس بتلبسه هناك؟ اوكي، الملابس ده بتاع الرجالي والملابس دي بتاع النسائي. احنا البس ده مثلا حفلة الوليمة، الحفلة بتاع ماليزيا، الحفلة في Independent Day for example Independent Day استقلال هو ده. We wear this in this occasion. Okay. احنا سعداء جدا بان انتم موجودين معنا وبحضور دولة ماليزيا وبنشكرك على هذه المعروضات اللي انتم جايبينها من ماليزيا وبتعرضوها وبتعرفوا الدول المختلفة اللي مشاركة النهاردة عن حضارة وثقافة دولة ماليزيا. بنشكرك. شكرا شكرا شكرا. مشاهدينا من داخل جناح التشاد لنا هذا اللقاء وعرض لهذه الحضارة والثقافة. اتعرف بيك احمد علي من جمهورية تشاد. اهلا بيك على شاشة قناة التعليم العالي. تدرس في مصر؟ ايوه ادرس في مصر، سياحة وفنادق جامعة حلوان. اهلا بيك، منور شاشة قناة التعليم العالي وسعداء بهذا التمثيل لدولة التشاد وهذا الحضور. عايزينك تكلمنا عن دولة التشاد، تعرف السادة المشاهدين تقول لهم ما هي دولة التشاد. دولة تشاد هي دولة في وسط افريقيا، احنا 11 مليون نسمة، تقريبا حدودنا ليبيا والسودان والكاميرون ونيجر ونيجيريا تقريبا. أهم الحضارة والثقافة، أهم العادات والتقاليد اللي بتميز دولة التشاد؟ طبعا التشاد دولة فيها قبائل كتير، فكل قبيلة عندها عادات وتقاليد بيها، وإحنا معروف من زمان عندنا ممالك قديمة، يعني مملكة كانم بورنو ومملكة وداي وكده، ممالك قديمة فيها ممالك يعني ملوك وكده وقبائل معروفة، وفي عادات كتير يعني مثلا في الافراح وكده عندها عادات كتير، وفي معالم سياحيه عندنا وكده. يعني حدثنا عن هذه العادات الخاصه بالافراح بالاحتفالات بالمناسبات السعيده، ايه العادات والتقاليد اللي بتعملوها دايما في هذه المناسبات؟ مثلا في مناسبات مثلا سلطان بيدرجوا سلطان، الممالك دي بيجيبوا سلطان تاني، في طقوس يعملوها اللي هي ده اسمه الكدمون، بيلبسوها للسلطان الجديد بحشود موجودة وقبائل تانية بيجوا يحضروا وكده، شيوخ قبائل والقبيلة كلها بتيجي تحضر، بيعملوا طقوس بخور وحاجات كده فيدرجوا بيها السلطان، بيلبسوا العمة. بالنسبة لعادات الزواج المختلفة، يعني كلمنا عن هذه العادات، العريس بيبقى مطلوب منه ايه؟ العروسة مطلوب منها ايه؟ العرس بيتعمل ازاي وبيتم ازاي؟ طبعا العرس بيتعمل في البادية عندنا، مثلا العريس بيكون بيجوا مع الشباب كلهم، زمان دي العادات القديمه بيجوا في جمال وحاشيه ومع الشباب اللي معاهم، والعروسه تكون مع صاحباتها وكلهم قاعدين، دول بيجوا بجمال فيعملوا حاجه اسمها دوبلي، بيلفوا بالاحصنه وبيعملوا كده وبينزلوا عند العريس، والشباب هم اللي بياخدوا العروسه من بيتها ويودوها بيت العريس على مثلا ناقه ولا حاجه كده، بيودوها بيت عريسها الجديد وكده.
يعني حقيقة عرض لمختلف الحضارة عندكم، شايفين في زي هنا خاص بدولة التشاد، كلمنا عن هذا الزي، ما هو منه الرجالي ولا هل في أيضا زي حريمي؟ يعني كلمنا عن هذا الزي. الزي الرجالي اللي هو ده الكابتاني، واللي قدام ده الكدمون بيتلف على الراس، ده الرجالي، ودي اللفايه اللي النسوان بيلبسوها في الافراح وكده على طول، وده الجزمه اللي زمان كانوا يلبسوها من مصنوعه من جلد وكده، الشباب بيلبسوها زمان. بنتمنى انه هذا العرض لا ينقطع ابدا. الحقيقه احنا النهارده احتفاليه كبرى بتجمع دول مختلفه، ثقافه وحضاره مختلفة ومتنوعة. ده بيمثل بالنسبة لك ايه لما بتعرض حضارة وثقافة بلدك في نفس الوقت بتطلع على حضارات وثقافات لدول اخرى يمكن انت ما سمحت لكش الفرصة انك تزورها، بيمثل ده بالنسبة لك ايه؟ طبعا تمثيل بلدي دي حاجة حلوة قوي جدا، انت بتمثل بلدك لناس يعني كأنهم زاروك في بلدك، ده بيكون بلد صغير هم زاروك فيه، والبلدان التانية كأني انا زرت البلدان التانية وشفتها، يعني هم جابوا البلد لحد عندي وابرز الثقافات عندهم والمعروضات والصور وشفت البلد، يعني كأني زرت البلد عندهم وهم كأنهم زاروني في بلدي كده، حاجة حلوة جدا. بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وبنتمنى لك يا رب انك تستمتع باقامتك في مصر وبهذا المعرض، تمثل بلدك بالتمثيل الجيد وكمان تطلع على ثقافات وحضارات لدول اخرى مختلفه. شكرا لك. شكرا. عفوا. مشاهدينا دي كانت نهاية حلقة النهاردة، قدمناها لحضراتكم من داخل جامعة عين شمس، غطينا مع حضراتكم هذه الاحتفالية اللي أقامتها الجامعة والتي جاءت تحت لقاء للشعوب، دول كثيرة تعرض ثقافتها تعرض حضارتها، شفنا مع حضراتكم عرض لهذه الدول، عرض لهذه الثقافة والحضارة، بتمنى يا رب تكون الحلقة نالت إعجاب وقبول حضراتكم، بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة وإلى لقاء جديد.